السلام عليكم ورحمة الله، معكم محمد خليل من قناة بيكام انجينير. اليوم إن شاء الله غادي نقوم بتصحيح تمرين رقم 7 في لي كونديسيون لونغاج سي، ولا يكون هو التمرين الأخير باش إن شاء الله ندوزو لي بوكل. التمرين ديالنا هو كالتالي: les étudiants ayant passé l'examen de langage C. نفس الاكزرسيس اللي خدمنا في الالغوريثم، دابا نخدمو في لونغاج سي. جبتي اقل من 5 راك اليميني، جبتي ما بين 5 و 10 راك غنعطيوك راتراباج، جبتي فوق 10 راك فاليديتي طون موديل. يعني اكزرسيس بسيط، يعني اللي خدمنا قبل منه كان صعب منه، لهذا ساهل جدا ما فيهش شي حاجه. المهم هكاك بغيت نخدمو معاكم، لان خدمناها في الالغوريتم نخدموه في السي. نمسحو هادشي ديالنا عندما نديرو به، ونجيو نديرو واحد فلوت نسميوه نوت، على نوت تكون فلوت، ونجيو نديرو برينت اف ونقولو اونتخي لا نوت دو موديل دو لونغاج سي. مثلا دو بوان نديرو واحد طابيلاسيون، نجيو نديرو سكان اف، انا ديكلارينا فلوت يعني غنستوكيو الفلوت نوت ستوكيو نوت. ونجيو دابا نديرو الكونديسيو ديالنا، اف ديك لا نوت اصغر قطعا من 5 الوغ برينت اف و زد اليميني. مثلا هذا هو الميساج اللي غيتأفش إز إف ديك لا نوت أكبر من أو تساوي. هنا نخدمو بطريقة أخرى ماشي نفس الطريقة، إيه قلبنا شوية وصافي. أكبر من 10 أجي سيدي باردون كنعتذر، الحمد لله. ما عرفتش مالي هاد النهار، لما ندير الت جريز 5 كندير الت جريز 4. نجيو نقولو لو سيدي افيشي لينا في هاد لوكا موديل فاليدي، ونخليو ديك لوكا الاخرى تا الاخر لان فيها بزاف ديال الاحتمالات باش ما نكتبوهمش. نديرو غير ايلز، يعني يبقى لنا احتمال واحد اذا كانت ما بين 5 و 10. نقولو ليه سيدي برينت اف فو باسري لو غاتخاباج بوان فيرجول، اكزيكوتيو لو كود ديالنا نجربو كاع ليكا. عندي شي ايغور هنا، اه وي باردون، برينت اف الزربة افيشيو هدا، نكبرو شوية باش يبان لينا. اوبلا وي سي بيان. مثلا واحد السيد جاب لنا سيدي 18 اونس، المهم واخا مكملاتش عطانا موديل فاليدي، لأنه فريمون راه 18 اونس راه خاصها تعطينا موديل فاليدي. شي واحد جاب لينا 17 موديل فاليدي، تخي بيان. شي واحد جاب لينا تسعود، مثلا تسعود نعطيو تسعود فو باسغي لو غاتخاباج، وي صحيحة. نعاودو نجربو شي حاجة أخرى في الراتراباج، نجربو مثلا 7.22 فو باسغي لو غاتخاباج، نعطيو شي نوت قل من 5، قل من 5 نعطيوها 4.29 وزيد اليميني. لاحظوا واحد القضية، اللي عطيتو 5 هذا شنو يكتب ليا 5 فو باسغي لو غاتخاباج. علاش؟ لان هنا اليمينيت 5 ما دخلتهاش، 5 راه كتعطيك الحق في الراتراب. يعني درت انا الا جبتي قل اصغر قطعا
يعني يردوا البال، كاين فرق ما بين اصغر قطعان وتساوي. هذا هو الاكزرسيس ديالنا كما كتشوفوا، ما فيش شي حاجه اللي صعيبه. وكما قلت لكم ان شاء الله الدرس الجاي غادي نبداو تاني في الدروس ديالنا، وغادي نبداو ندخلوا للمعقول. يعني كتلاحظوا كل مره كنقول لكم ندخلوا للمعقول، كل خطره كنقول لكم ندخلوا للمعقول. يعني علاش كنحاول انني نشجعكم؟ اوفر نيت، كل درس كتشدو مزيان وكتميتريزي كيسهل عليك الدرس اللي من بعد. الا ما فهمتوش مزيان هاد لي كونديسيون زانتريكسيو كونديسيونيل ودزنا لي بوكل، غادي تلقى مشكل وغادي تضطر تشوف بانك بالسيف منك خاصك ترجع تعاود تراجع لي زانتريكسيو كونديسيونيل. اللهم انا حاولت نخدم معكم واحد الطريقه بسيطه، وشفنا دي زيكزامبل وعاد سبعه ديال التمارين. يعني راه ما نبغيش شي واحد فيكم يقول لي لا راه مازال ما فهمتش ولا هادي. يعني حاول تخدم التمارين، وحتى الا ما فهمتيش ماشي مشكل، اللي ما فهمش يقدر يتواصل معايا في الايميل ديالي وبكل فرح. واللي عندكم دي زيكزارسيس اللي فيهم شويه القوالب وفيهم شويه البحث وهذه، الله يرحم الوالدين، بارطاجيو معنا، منها تفيدوني حتى انا، وحتى اللي ما عرفش يخدمهم انا ان شاء الله غادي نعاونكم كيفاش نخدمهم. وحتى انا كيعجبني البحث، يعني شي حاجه واحد فيها كيخصني نبقى نحماق معاها. يعني انا البروغراماسيون راه شي حاجه اللي زوينه، يعني بروغرام لما فهمتوش راه ما كنمشيش نبقى نقلب في جوجل وهذا، كنبقى نتقاتل حتى كنلقى له الحل ديالو. وديك الساعات ملي كنلقى الحل ونخرج الحل، عاد كنحاول نشوف شي حل اللي هو اوبتيميزي احسن من هذاك اللي كتبت في جوجل. يعني هذا هو البرانسيب باش تمشي، ما عمرك تسلم دغيا وتمشي تبدا تقلب، تقاتل 5 سوايع 10 12 20 ساعه يومين 3 ايام حتى تلقى الحل. وديك الساعات واخا يكون الحل ديالك طويل، المهم لقيتي الحل المشكل ديالك، واخا ديك الساعات تشوف حلول اخرى وهذه مزيان. المهم لانه فاش كتقرا وكتشوف كيتنسى، ولكن الحل اللي درتي انت وخدمتي وضربتي عليه مجهود راه ما كيتنساش. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.